هدوء وعجايق وببساطة. لو انت مستواك مبتدئ او متوسط في اللغة الانجليزية بالذات، الفيديو ده مهم جدا ليك، لان احنا هنتكلم على 3 افعال في اللغة الانجليزية مرتبطين بالتحدث، وهم speak و tell و say، واللي بشوف فيهم اخطاء كتيرة جدا لما بنحطهم في جمل وبنستخدمهم نظرا لان معناهم قريب جدا من بعض. ما تيجي نعرف معناهم ونعرف الاخطاء الشائعة في استخدامهم عشان ما تكررهاش. يلا بينا، تعال نمسك مع بعض كده الاول speak و talk. الاتنين معناهم يتحدث، لكن الفرق بمنتهى البساطة ان speak بتبقى formal يعني بتستخدمها في مواقف رسمية اكتر، و talk بتبقى informal بتستخدمها في مواقف غير رسمية. لاحظ معايا المثالين دول كده وهتفهم اكتر. I enjoy talking to my wife، يعني انا بستمتع وانا بتحدث او بتكلم مع مراتي. My wife موقف غير رسمي، لكن لما تقول انا عاوز اتحدث مع المدير وعاوز الناس تحترمك قوي كده، يبقى هتستخدم speak عشان formal اكتر، وهتقول I'd like to speak with the boss or with the manager. I'd like to speak with the manager. فرق تاني ان speak بتيجي مع fixed expressions او مصطلحات ثابتة. لما تحب تقول انا بتحدث الالمانية او الانجليزية هتقول I speak English. ما في حاجة اسمها I talk English. I speak English or I speak Arabic. I speak German. كمان مثلا لو عاوز تقول انا بقول الحقيقة هتقول I speak the truth. هي speak بتيجي مع truth. تعالى بقى ندخل على الفرق ما بين tell و say، والاتنين معناهم يخبر او يقول، لكن في فرق مهم جدا. اولا tell لازم يجي بعدها مفعول، المفعول ده ممكن يكون شخص person. لما اقول لك مثلا tell me، اهو الشخص اهو، about what happened، قول لي عن اللي حصل او اللي جرى. tell me لازم يبقى فيه مفعول. she told her mother everything، هي قالت لماماها كل شيء، لمامتها. she told her mother everything. خد بالك ان برضو tell زي speak لو فاكر بتيجي مع كلمات ثابته بيحبوا يجي مع بعض. tell a joke تقول نكته، tell a story تقول قصه، tell a lie تكذب او تقول كذبه، وهكذا. هي tell بتيجي مع الكلمات دي، tell the truth زي speak يعني تقول الحقيقه، وهكذا. انما say ممكن يكون معناها برضو يقول او يخبر، بس مش شرط يجي بعدها مفعول زي tell. يعني I'd like to say something، انا عاوز اقول حاجة. تمام، ما قلتش انت بتقول لمين، انت بتقول انا عاوز اقول حاجة. say something مفيش شخص. او مثلا she has said that before، هي قالت ده قبل كده. said اللي هي الماضي بتاع say، اوكي، ومش جاي بعدها قالت لمين. تمام، مفيش شخص، انما tell بتركز على الشخص اللي انت قلت له. طيب هل ده معناه ان say مش ممكن يجي بعدها شخص تقول له برضه؟ لا ممكن، بس بشرط انك تجيب to. don't say that to your mother، ما تقولش ده لمامتك، وده الخطأ الشائع اللي احنا بنعمله. اغلبنا بيقول don't say that your mother، لازم تحط to. don't say that to your mother اللي هي زي بالظبط don't tell your mother. اوكي، يبقى say to بتساوي tell، بس الفرق ان tell لازم يجي بعدها الشخص اللي انت بتقوله، لكن say مش شرط انك تجيب شخص زي ما شفنا في الامثله. مثالين كمان عشان تفهم اكتر. he told me that the match was exciting، هو قال ان الماتش كان مثير جدا، لكن he said that the match was exciting، هو قال ان الماتش كان exciting، بس ما قالش هو قال لمين. told me لكن said. تالي الفرق واضح. اتمنى تكون فهمت النهارده الفرق ما بين speak talk tell و say، وكمان تجنبت الاخطاء الشائعه. لو الفيديو عجبك please share ولايك عشان نوصل لعدد اكبر والعلم ينتشر. سلام.